هذا الميساج اللي وصلك هذا هو رد من الوزير الاول. ايه الوزير الاول كندي. كندي. بسبب واش هذا الرد؟ كيف تلقيته؟ هذا بكل اختصار كان عندي اشكاليه في على مستوى في الهجره تاعي. كان عندي اشكاليه وكان الدوسي تاعي بلوكي. فعوض ثلاثه اشهر لان باش تحصل الجنسيه تفوت امتحان ثلاثه اشهر او اربع اشهر حتى تقدر تحصل الجنسيه. بعد ما تكمل المده بعد ما تكمل ثلاث سنوات فلما جوزت الامتحان بقيت حوالي سنه ما تحصلش الجنسيه. فكنت كل ما كل ما نرسل مصالح الهجره يردوا لي رد سلبي. فيوم من الايام جات الفكره هذيك بعثت للوزير الاول اللي هو بمثابه رئيس الجمهوريه. الوزير الاول هذا اللي زارك في المسجد في رمضان وطلع الوزير الاول جوستان تريدو. هو شاب زيت 71 سان بروفيسور وخرج جامعه مكيل. فوجانا للمسجد مرتين شفنا مرتين. فبعثت له رساله مفحواها اني مهاجر وعندي الحق في الجنسيه ولا انا حصلت على الجنسيه الى غير ذلك، يعني شرحت وضعيتي. فهو كان رد لي في جواب مقتضب، قال لي بالفرنسيه جو بوي فوز اسوري كو نو زافو سوينيوزمون نوتي فو بروبو كون فو سولفي ان انجو كي ريليف دي بورتفاي دون لو نورابل جوستان ماكول لو مينيستر دو ميغراسيون. قال لي هنايا عندك جي بري لا ليبرتي دو لي ترونسميتر كوبي دو فوتر كوريسبوندونس جو سوي كونفانكي كو سون كابيني فودرا اكوردي توت لاتونسيون نيسيسار ا فو كومونتير. يعني قال لي باختصار بعد كمل ايه كملها. قال لي باختصار قال لي وانا مقتنع انا حولت رساله للوزير الهجره. قال لي وانا مقتنع بلي راه راح تاخذ الاجراءات اللازمه. وفي الاخير كتب لي جو فو رومارسي دافوار بري لو طون ديكرير اشكرك لانك اخذت الوقت ولا وجدت الوقت باش تكتب لي. عندك يعني يشكر على انك وجدت الوقت باش تكتب للوزير ففعلا كتبها لي هذه. خمس ايام فيما بعد تلقيت رساله باش ندير مقابله باش نتحصل على الجنسيه يعني نسحب اوراق الجنسيه تاعي. يعني بعد خمس ايام حطيت الجنسيه تاعي. بعثها لك لوزاره الهجره. ايه بعثها فيعني هذه كانت ولما حكيت حتى للاصدقاء لها يعني جا غريبه. هي غريبه عندنا حنايا عندنا حنا العرب ولكن مش غريبه لان عندهم لانه بكل بساطه بحكي لك حكايه اخرى بسيطه جدا. عندي صديق يخدم في المطار سائق طاكسي. قال لي واحد النهار قال لي ديري لاشين باش يردوا لي المسافرين كينزلوا. قال لي فمن حسن حظي قال لي ركب خذ هذا ركب مع الوزير الاول اللي كان جاي من مهمه رسميه يركب في طاكسي عادي. يعني هو يستعمل الطاكسي العادي هو مثل اي وزير فما في كان هذه الامور عاديه جدا يعني ماهيش يعني. بالمناسبه كاين حكايه حكيتها انا من قبل على ذكر التقشف اللي انا عايشين في الجزائر كانت المثال الفارق هذا المثال هذا. الوزير الاول امر الوزاره كل وزارة تاعو باش يستعملوا الطاكسي في المهمات الرسميه يعني في اللقاءات في المهمات الرسميه يستعملوا هذه الطاكسي. في اول اجتماع من بين القرارات اللي تاخذوها قال لهم ولا وزير يجيني في اجتماع بالسيارات الفارهه تاعكم اي واحد يستعمل سياره طاكسي. بالمناسبه ذكرت المقارنه الجزائر على عندنا لا ميزون تاع رونو سيمبول هذه المفروض الدوله تقشف وتستعملها تكون هي القدوه تستعمل هذا النموذج تاع السيارات. المفروض المسؤول هو سيمبول تركيبها فيها المسؤول يحضر في الشارع كل اول مشجع لانتاج محلي المفروض ما يكتبش معناها ما يكتبش في المرسيدس وفي الاودي وفي احنا هذا لما تشوف وزير يرد على مواطن عادي مواطن عادي لانه هو مواطن عادي مش مواطن يعني مواطن عادي مهاجر مش كندي مهاجر. هذه الامور هما لها امر عادي جدا احنا فقط نتعجبوا منه اما هو بالنسبه لهم امر جد 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 عادي. ويعني وقعت احداث كثيره من هذا القبيل لاننا احنا تعودنا على انه الحارس يحقرك والشيف يحقرك والمال يحقرك بان هذه الامور غريبه. اما تتصور بلي هذا الشخص استقبل 28000 سوري استقبلهم هو بجوده استقبلهم في المطار ويلبسهم في الجاكيت ويهضر معاهم ويشجع فيهم. هذا الشخص سحب جميع القوات الكنديه المشاركه في الحرب على سوريا والعراق. هذا الشخص يعني صلى في المسجد المغرب لانه بدرجه انه احد علماء الازهر يسميه بنجاشي العصر. طبعا انا مانيش ندير له في حمله انتخابيه ولا مش مسلم ولا لا هو مش مسلم بصح يعني متقرب مليح من هو اقرب حزب للمهاجرين والمسلمين.
هو اللي وقف بالمناسبه، هو اللي وقف مع المسجد واحد النهار كانوا لاحين الحوت في هي نائبه منطقه منطقه وين نائبه في الحزب تاعو، نائبه في البرلمان متفق. ها نحكي لك، حنا كنا نلعبوا الكره كل حد كل حد يلعبوا الكره. ايبا عضو في البرلمان تاع المنطقه هذيك، جيت لعب معنا البلوطه، تصدقت هذه مراه تجي لابسه سيرفاتمون نائبه في البرلمان، جيت تلعب معنا وجيت تحضر النشاط تاع المسجد وتهضر مع المتحجبات وتقول لهم كيما هاك، تقول لهم الفئات الفيار لازم تكونوا فخورين بالحجاب تاعكم وبالتقاليد تاعكم. هذه نائبه في البرلمان، فيعني الامر عادي، احنا فقط يبان عن الشارع. هذه قصه الرساله.